وروى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء والمعراج المعروف عندما فُرِضَت الصلاة: فلما أخبر موسى بذلك قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت منه، ولكن أرضى وأسلم. الله أكبر! ما أروع هذا الأدب النوراني الحصيف المضمخ بالخلق النبوي الشريف وجوهره من الحياء المنيف. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے.